الألباب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول. العقل هو عبارة عن جهاز لا مادي الله تعالى أعطاه للإنسان، والعقل معصوم عند جميع البشر، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، الكل عندهم العقل معصوم. إذن من أين يأتي الخطأ؟ إذا كان العقل معصوما إذن من أين يأتي الخطأ؟ يأتي الخطأ من أمرين. الأمر الأول أن لا يستعمل الإنسان العقل، والأمر الثاني أن يسيء استعمال العقل. يعني العقل أشبه بجهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر إذا أعطيته معلومات مقدمات صائبة تأتي النتائج صائبة، وإذا أعطيته معلومات خاطئة تأتي النتائج أيضا خاطئة.